السلام عليكم في لايف جديد بحال ديما معكم اليوم المجوهرة شباشين. المحل ديالنا كاين في مدينة سطات، كنديرو التوصيل في المغرب كامل، فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك. ما عليك الا تخلي لينا ميساج في الواتساب ديالنا اللي هو 0980 00 49 77، اولا تخلي لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايرين منها لايف، اولا في الانستغرام ديالنا فين ما تحيتو مرحبا والف مرحبا. اول حاجه البنات بارطاجيو اللايف باش هكا كلشي يتفرج وكلشي يستافد. البنات برومو راه باقا مستمره، باقا ليها يومين، باقي لها غدا وبعد غدا غتبقى حتى نهار 10 في الشهر البنات. ما عليكم الا تخليو لنا ميساج، ديروا سكرين البنات وخليو لنا ميساج باش تقدروا تستافدوا. كاينه هاد السنيسله ديال دياماندا البنات، هادي اللي فيها دياماندا وحده الثمن ديالها 700 درهم، الا خديتيها بوحدها 700 درهم، اما الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتبقى لك غير ب 500 درهم. وكاينه هاد دياماندا هادي اللي فيها دياماندا تخري الشاش الثمن ديالها بوحدها 750 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتحسب لك ب 550 درهم. هذه هي البرومو البنات اللي دايرين. مرحبا بالناس اللي داخلين كاملين اللايف، البنات بارطاجيو اللايف كلتوم. سلام اختي، وعليكم السلام. نزهه النائي مرحبا بك، وعليكم السلام. البنات بارطاجيو اللايف البنات باش هكا كلشي يستافد. المهم نعاود لكم البنات، كاينين هاد جوج سنيسلات اللي درنا لكم برومو بمناسبه راس العام، ما بقى والو وتسالي البرومو البنات، راه نهار 10 غتسالي البرومو. كاينه هاد السنيسله ديال دياماندا الثمن ديالها 700 درهم، ويلا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتحسب لك ب 500 درهم. وكاينه هادي الثمن ديالها 750 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتحسب لك ب 550 درهم. ما عليكم الا ديروا سكرين البنات، تخليو لينا ميساج، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77، اولا تخليو لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، اولا في الانستغرام ديالنا. مرحبا بكم والف مرحبا، بارطاجيو البنات لايف، بارطاجيو لايف باش هكا كلشي يستافد. لي كومونتير محبوسين ليا ما عرفتش علاش. البنات بارطاجيو لايف ولابسه لكم البنات في هاد الايد. كاين الكورميت ديال دك البره غزاله في البيصه، كاين معها لاباك ديالها اللي كيجي معها حتى هو ديال دك البره. البنات الكورميت الثمن ديالها 1500 درهم، 1500 درهم. وكاين لاباك ديال دك البره اللي كيجي معها الثمن ديالو 850 درهم، 850 درهم. ولابسه لكم هاد السوليتير كيجي غزال في البيصه البنات، الثمن ديالو 750 درهم، 750 درهم. وكاين هاد لاباك ديال طروادي الثمن ديالو 850 درهم. ماجده الشرقي، ماجده الشرقي وعليكم السلام. ساميه بورحيم عليكم السلام، مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين البنات. الكورميط البنات ديال دك البره كتسديها في العوينه اللي بغيتي على حساب ليديده ديالك، الا كانت عامره ضعيفه كتسديها فين ما بغيتي. الثمن ديال هاد الكورميط البنات 1500 درهم، 1500 درهم. وكاين لاباك ديال دك البره اللي كيجي معاها الثمن ديالو 850 درهم. وكاين هاد السوليتير الثمن ديالو 750 درهم. سي محمد بازا السلام، الله يسهل عليكم، كتشبهي الفاشين، سلمي على اشرف وعادل وقولي لي راه كنتو كنتو تمشيو عندنا الواد ام الربيع ابو العوان وسهام راه بنت اختي في الرضاعه انا اخ زينب راه تعرفها رفيعة. يوصل سلامك اخويا مبلغ ان شاء الله. دابا نقولها اليوم واش السلسله اللي فيها بزاف ديال الدياماندات طويله ولا قصيره؟ البنات راه اي سلسله عندنا فيها الطويله والقصيره. كاينه هذه، هذه اللي لابسه انا هنا قصيره، وكاينه انا غنشرح لهم هذه دابا. البنات هاد السلسله هذه راها طويله، انا اللي لبستها طويله حيت لبستهم بجوج، اللي لبستهم بجوج قصار ما غيبانوش ليكم، ما غاديش يبانوا ليكم. انا لبست هذه قصيره وهذه طويله، اما هما راه فيهم الطويله والقصيره على حساب العمق ديالك. كان العمق ديالك عامر كتاخذي السلسله اللي طويله كتكون زايده ب 50 درهم، كان العنيق ديالك عادي كتاخذي السلسله القصيره. المهم انا راه لبست هذه قصيره ولبست هذه طويله باش هكا تقدروا تشوفوهم بجوج. سلام واش عندك السلسله؟ سلسلة دلماج حبيبتي حاليا ما كايناش عندنا، دوزي عندنا الواتساب وتما المهم تما نصيفط لك سناسل اختاري اللي بغيتي. المهم البنت اللي سولاتني راه كاينه الطويله والقصيره، هذه انا دابا راه لابسه الطويله، ولكن نتوما راه غتاخذوا على حساب نتوما اشنو بغيتوا طويله ولا قصيره. المهم البنات لابسه لكم هاد الحلقات ديال دياماندا بالسنيسله، هادو كيجيو معاهم بجوج على حسب اشنو انتي اشنو عاجبك
هاد الحلقات في البلاد الثمن ديالهم 650 درهم، 650 درهم. ولابسه لكم هنايا هاد الكريول الصغيورين الثمن ديالهم 300 درهم، 300 درهم البنات. وهاد الحلقات ديال الدياموندا الثمن ديالهم 650 درهم. فاطم الزهراء سعيد، بالنسبه لهاد الخواتم هادو اللي انا لابسه هنا، هادو راه ديال ديما. كاين هذا ديال طروادي الثمن ديالو 850 درهم، وكاين هذا ديال دق البرا حتى هو الثمن ديالو 850 درهم، وهذا سوليتير الثمن ديالو 750 درهم، وكاين هاد الكورميت ديال دق البرا الثمن ديالها 1500 درهم. مرحبا بالناس اللي داخلين، كاملين بارطاجيو البنات لايف باش هكا كلشي يقدر يستافد. مساء النور، واش عندك براسليات جداد اختي ديال الشبكه؟ ديال الشبكه ما عرفتش بالضبط انا براسليات كتهضري عليهم. بشحال خاتم طروات ديالي في يدك؟ هاد الخاتم هذا طروات ديالي في يدي الثمن ديالو 850 درهم، وكاين هذا لابسه لكم في هاد الايد، هاد الخلخال ديال الايد نور خلخال راه ما كنتش فاهموش. لابسه لكم البنات هاد الخلخال ديال في هاد الخريشات هابطين من هنايا البنات. هاد الخلخال الثمن ديالو 1000 درهم البنات، الثمن ديالو 1000 درهم، غزال في البيصه وزوين. وكاين هاد لاباك طروات دي كيجي بومبي غزال في البيصه، وشي حاجه غزاله وعاطيه العين واستعمالي ديال ديما، الثمن ديالو حتى هو 1000 درهم، 1000 درهم البنات. والخلخال 1000 درهم، وهنايا 850 هاد لاباك ديال طروات دي 850. وكاين دق البرا الثمن ديالو 850، وكاين هاد السوليتير الثمن ديالو 750 درهم، والكورمي الثمن ديالها 1500 درهم. توفيق ديجا خويا جاوبت، هذا الثمن ديالو 850 درهم، والكورمي الثمن ديالها 1500 درهم. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم، ما عليكم الا دوزوا عندنا الخاص، تخليو لينا ميساج في الواتساب ديالنا صفر ستة وثمانين صفر صفر تسعة وأربعين سبعة وسبعين، أولا كتخلي لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج لي دايره منها لايف، أولا كتخليو لينا ميساج في الانستغرام ديالنا. فين مرتاحيتو مرحبا وألف مرحبا. عفاك وريلي خاتم لوزا كبير اللي فيه حجرة خضراء والثمن ديالو سوكا سوكا اللي خليك حدايا، أنا موجدة هذاك الخاتم لونسومبل كامل، أنا غنوريلك. تبارك الله ما شاء الله عليكم، انا خديت من عندكم، عجبتني لا كوموند ديالي. شاديه من فاس، بالصحه والراحه شاديه، وكنتمنى ما تكونش اخر مره، ومرحبا بك في اي وقت. البنات بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو اللايف البنات. المهم البنات غندوزو دابا هاد السلسله الغزاله الفنه، سواء كنتي جالسه او خدامه سواء شحال من غرام، شحال من غرام في ديك الكورميط اللي دايره البنات. هادي البنات راه كتباع الموديل، هادشي اللي كنبين لكم دابا انا الموديل. الا بغيتي شي حاجه للغرام كاين الرادكو، وكاين السرت للمفتول وسامبل، هادشي كيتباع للغرام. عافاك نشوف الحلقه اللي دق البرا بغيتي تقولي يمكن في الاذن الاخرى. لا حبيبتي انا ما دايرهش حلقه ديال دق البرا، انا دايره دياماندا فودني بجوج. هاد الحلقات الثمن ديالهم 650 درهم. سلام، بغيت ثلاثه البراسليات يكونوا صحاح الاستعمال اليومي، عافاك مع ذكر الثمن. سميره بيجي دوزي عندنا الواتساب، تما نقدر نصيفط لك اش ما بغيتي. البنات شوفوا هاد السنيسله غنلبس لكم دابا، هاد السنيسله المهم هادو فيها ما نعرف واش بالونات ولا ما عرفتش واش قلوبه. المهم البنات غزاله هاد السنيسله غزاله، وكاينين حتى الحلقات ديالها. شوفوا انا غنلبسها لكم دابا وتشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه عزيزه. ايبان قالي ليا اميمه نو ديرشي لبسين. البنات ديروا سكرين، البنات ديروا سكرين، اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين. دوز عندنا المتنبي ريما، شكرا لك حبيبتي عوينه شكلي غزالين. ديروا سكرين ودوز عندنا الواتساب ديالنا 0680004477. مرحبا والف مرحبا البنات. عافاك تحيدي ليا متنبي ريما، ما حاليا ما كاينش حدايا، دوزي عندنا الواتساب وتما نصيفطو لك. سلام خشي، واش عندكم براسلي مخرم ما يكونش رقيق؟ فاطم الزهراء الشادي، يمكن كتهضري على براسلي بلدي، دوزي عندنا الواتساب، كاينين الموديلات، دوزي عندنا الواتساب وتما اختاري اللي يعجبك. نجلاء يماني، الا كنتي كتهضري على هاد لاباك، الا كنتي كتهضري على هاد الخاتم هذا، هذا الثمن ديالو 1000 درهم،
الثمن ديالو 1000 درهم، زوين وغزال في البيسة، كيجي زوين. خشي بالنسبة للغرام بشحال؟ سكينة دابا الغرام و 530 حتى 550 درهم كل مرة. وشنو عاشقة افقير؟ شكرا لك حبيبتي عوينة، شكل زوينين. هيتم هيتم شوف مع اختك مك شريهم، شوفهم شحال ساوين، وديك الساعة اجي نتحاسب معاك على راسي. البنات شوفوا كيفاش كتجي غزالة في البيسة. داشي ندير واحد قال لك بشتيريك. يلا هو نيت اللي بقى ليا. سلام خشي، واش عندكم هذا قريش؟ هذا الشيء قريشو ولا موديل؟ البنات لبست لكم هاد السنيسله، شوفوا كيفاش كتجي غزاله البنات. البيسه ديالها والله، وحتى الحلقات ديالها زوينين. غير الحلقه ما عرفتش لبستها وحسيت بها بحال انا ما قاداش ليا في اللبسه. وميما اجي قادي لي هاد الحلقه. اي فين كدايره صيف؟ لا ما طلع والو عزيز. رشيده ام رشيده، رشيده عثمان سقلي، وعليكم السلام. بلاشي لا شو البنات، اي بان قلي لكم النمره وانا معاكم. اي بان اي بان ليش ماشي؟ اه هي بحال هكا صافي، لبسيها ليا. البنات شوفوا السنيسله شحال غزاله في البيسه. البنات شوف كتجي زوينه والله البيسه. انا اي حاجه كتكون هابطه من شي سنيسله بحال هكا كتعجبني. البنات شوفوا نورا نوريتا، مرحبا بك نورتيني انت. البنات سنيسله الثمن ديالها 1100 درهم، غزاله عاطيه العين، الثمن ديالها 1100 درهم. شوفوا كيفاش كتجي في اللبيسه غزاله البنات. وبالنسبه للحلقات شوفوا كيفاش دايرين، حتى هما بحالها هابطه منهم هاد السنيسله. بالنسبه للحلقات البنات الثمن ديالهم 800 درهم، الحلقات 800 درهم البنات. شوفوا غزاله في اللبيسه، سنيسله الثمن ديالها 1100 درهم. انا شنو كاتبه بعدا؟ كاتبه 2100 درهم، سنيسله 2100 درهم، ولكن انا غالطه راسي. المهم البنات هادي راه 1100 درهم، 1100 درهم البنات السلسله، والحلقات 800 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو غزالين. ديروا سكرين البنات ودوزوا عندنا الواتساب، الرقم ديالنا هو 0680049 77 49 77. صافي خشي طولك شحال. الا كنتي كتسوليني على هاد الحلقات الثمن ديالهم 800 درهم، الثمن ديالهم 800 درهم، والسلسله الثمن ديالها 1100 درهم. شحال الحلقات اللي دايره اللي دايره دايرين؟ كتهضري على هادو. شكون 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 غير رتيبه؟ رتيبه بكاس بقاس ولا بكاس ما عرفتش، المهم علينا. الا كتهضري على هادو الثمن ديالهم 300 درهم، هاد الكخيول الثمن ديالهم 300 درهم، هما هادو الثمن ديالهم 300 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو. وكاينين هادو، كاينين هادو كبر منهم شويه، الثمن ديال هادو 500 درهم، 500 درهم. وكاينين هادو اللي كبار عليهم الثمن ديالهم 600 درهم، الثمن ديالهم 600 درهم. بلاتي انا غنوريهم ليكم، مبغاوش تشدوا لي. لا طوانك سامبل اللي عندكم، لا طوانك ما عرفتش اين طوانك سامبل كتهضري عليهم. المهم البنات هاد الكخيول هادو كاينين هادو الثمن ديالهم 600 درهم، وهادو الثمن ديالهم 500 درهم، وهاد الصغيورين الثمن ديالهم 300 درهم. بالنسبه اللي كتكون دايره ثلاثه تقيبات في ودنها راه كيجيو زوينين. وهادو الا كانت عندك هاد الحيمه صغيوره راه تقدري تلبسيهم حتى في هاد التقبه الاولى، كانت حيمه عندك كبيره كتلبسيهم في التقبه الثانيه، كيجيو غزالين في اللبسه. البنات بارطاجيو لايف، البنات بارطاجيو لايف. ابتعال احمد كنديروا لويز، ولكن لويز ماشي لويز الحر عادي. خواتم مارياج 3500 درهم. الهام ام تسنيم خليك معايا انا مجده حدايا خواتم مارياجاش، انا نوصل لهم ونوريك. خشي وري لينا الخواتم مارياج خفاف، ما شاء الله عليك شحال مقبوله وزوينه. ميساء ميساء شكرا لك حبيبتي عويلاتك اللي زوينين. المهم البنات راه كنسى كنسى ما كنعرفش راسي فين وصلت، ملي كنشوف التعاريق ديالكم زوينين كتدوخوني. المهم البنات هاد السلسله الثمن ديالها 1100 درهم ياك،
الحلقات الثمن ديالهم 1100 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجبتكم، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. غنحيد البنات هاد السنيطله وغنلبس لكم هذه ديال الخميسه، كيجيو فيها هاد العقيقات بحال هكا، شوفوا كيفاش كتجي خميسه مخرمه لاشي. البنات غزاله خميسه مخرمه وفيها هاد العقيقات هادو، كتجي غزاله في البيصه. انا غنلبسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. اختي بغيت هادوك الحلقات ديال 300 انس بدراوي، ما عليك اخويا الا تدوز عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06، راه هو هذا اللي كاين تما في الخضر وكاين تما ايبانغلي، 06 80 00 49 77. كدوز كتصيفط ميساج كتقول لي راه بغيت هاد الحلقات ديال 300 درهم، وهي كدوز لك لاكومونت، ما عليك الا تخلي لها المعلومات ديالك وهي كدوز لك لاكومونت. البنات راه كنديروا التوصيل في المغرب كامل، راه فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لاكومونت ديالك، ما عليك الا تخلي لينا المعلومات ديالك والارتيكل اللي عجبك وحنا كنتكلفوا. البنات شوفوا السنيطله كيفاش كتجي غزاله في البيزا. الثمن ديال هادي البنات 900 درهم. هاد السنيطله الغزاله وهاد الخميسه اللي كتبان زوينه ومخرمه الثمن ديالها 900 درهم. 900 درهم ما شاء الله عليك اختي غزلان، شكرا. 30 درهم في الكورميت لبسيها في يدك سميره حبيبتي، حاليا ما موجداش حدايا راد كويت. الله يبارك فيك وتشاف، الله يبارك فيك وفاتين وبناتها معامله طيبه. غزلان فيتا مرحبا بك حبيبتي في اي وقت، محلك هذا وقت ما جيتي مرحبا بك. البنات السنيسله كتجي غزاله في البيصه، الثمن ديالها 900 درهم. ما عليكم الا ديروا سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. البنات بارطاجيو البنات لايف، بارطاجيو لايف باش هكا كلشي يستافد. بارطاجي حتى انا وانا معكم. ما شاء الله عليك اختي، الله يبارك فيك ربي يحفظك اختي. هاكي عزيزه هيك ليش ليش البنات ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم، البنات ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77، اولا خليو لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي انا دايره منها لايف، اولا الانستغرام ديالنا. فين مرتاحيتو مرحبا والف مرحبا. ريم والا التعامل في المستوى، شكرا لك حبيبتي ومرحبا بك في اي وقت. البنات السنيسله الثمن ديالها 900 درهم، الثمن ديال هاد السنيسله 900 درهم غزاله في البيصه واستعماليه. البنات راه اي حاجه كنوريها لكم دابا راها برومو، انا مش داير لكم لايف في غير الخفيف وداك الشيء استعمالي ديال ديما. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجبتكم، ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا مرحبا والف مرحبا. متنبي ريما ما وجدتش حدايا رادكو حبيبتي، ما وجدت لا لا هذا ديال الايد لا لا الحلقات لا حتى شي حاجه. البنات السلسله ديال السميه وقال خاصني نقلبها ياك باش تبان لكم نتوما، ما عرفتش دابا واش كتبان لكم قاده. المهم البنات السلسله ديال السميه كتجي غزاله في اللبسه رائعه يا البنات. هذه سميت هودة، هي اللي لقيتها واجده سميت هودة، كتجي هابطه من هاد القليب وفيها هاد التاج من هنا. على حساب نتي اشنو بغيتي، بغيتي قليب ولا حرف اللي بغيتي نتيا. الثمن ديالها 1200 درهم، كتجي غزاله في اللبسه، الثمن ديالها 1200 درهم. غنلبسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه. ورينا موديلات سميتها 900 درهم ولتحت. الغول ساره يلاه كنت يلاه دابا وريتكم. يلاه دابا وريتكم راه كاينه هذه، كاينه هذه الثمن ديالها 900 درهم، كتجي غزاله في البيصه واستعماليه وديال ديما. وكاينه هذه، كاينه هادي ديال هاد الخميسات، هادي حتى هي الثمن ديالها 900 درهم.
كتجي غزاله في الفيسه حتى هي الثمن ديالها 900 درهم. زينب سكوزا وكاينه هذه اللي فيها هاد النجيمه وهاد جوج ديال لي ساركل حتى هي الثمن ديالها 900 درهم. البنات هاد السنيسلات اللي كنوريكم دابا راه سنيسلات استعماليين وديال ديما الثمن ديال هادي 900 درهم حتى هي. المهم ديروا سكرين البنات اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين. دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 0680004977. مرحبا والف مرحبا. صدع راسي شوفوا السنيسله ديال السميه كيفاش كتجي غزاله في الفيسه. والله البنات راه كنصايبوها لكم على حسب الذوق ديالكم نتوما. بالنسبه للسنيسله ديال السميه كتصايب بافونس كتكون ديجا دافعه علينا شي حاجه افونس. المهم اللي كان وديك الساعه كنصايبوا لك السنيسله بالسميه ديالك وبالديزاين اللي اختاريتي نتيا. شوفوا البنات كيفاش كتجي غزاله في الفيسه صراحه استعماليه وديال ديما. والله هادي راها سميت هدى. البنات واش كتبان لك؟ الا كانت كتبان لكم مقلوبه قولوها لي باش نقلبها حيت انا لبستها بالمقلوب باش يلاه تبان لكم نتوما مقاده. دوحة دوحة اسيل الا بغيتي غير السميه بلا سلسله ما عرفتش كيف الا بغيتيها هكا خاويه ولكن ما عرفتش راه خاصك دار السلسله كيكونوا يعني كتكون ضيجه معاها السلسله. وانا ننصحك باش تاخديها يعني بالسلسله هكا كتقام عليك رخص من انك تشري بوندونتيف بوحدو اولا تشري غير السميه بوحدها. وهذه راه ما يمكنش راه كتكون ضيجه مشدوده من هنا ومشدوده من هنا يعني السلسله بوحدها ما عرفش السميه بوحدها ما عرفش كيفاش غتجيك. المهم دوزي الواتساب وتما ضروري لقاو ليها حل. مقلوبه يعني واش نخليها هكا ولا نقلبها؟ البنات راه الا لبستها لكم انا الا لبستها انا بالطريقه الصحيحه بصح مقلوبه انا كنشوف راسي في دونك خاصني نلبسها لكم بحال هكا البنات ياك. بحال هكا دابا كتبان لكم البنات صحيحه كتقرا دابا صحيحه ياك هدى. تعديت على السميه مني قلبتها الصراحه صافي دابا كتبان صحيحه. البنات كنت لابسها بالمقلوب حيت انا يمكن عارفه مع السيلفي ومع اللايف خاصني نلبسها مقلوبه باش يلاه نتوما تبان لكم مزيان. الساعه ما كاينه حتى شي حاجه غير كان عليا نلبسها مقاده وصافي. البنات هدى هذه سميت هدى كتجي غزاله في الفيسه. اي سميه بغيتوا البنات كدوزوا عندنا كتخليو لنا ميساج كتختاروا السميه اللي عجباتكم وحنا كنصيفطوا لكم لا كوموند ديالكم فين ما كنتو. كنديروا التوصيل البنات كنديروا التوصيل في المغرب كامل فين ما كنتي كتوصلك لا كوموند ديالك. ما عليك الا تخلي لنا ميساج وتكوني مصوره الارتيكل اللي عجبك ودوزي عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 0680004977. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للحلقات البنات ديال الكريول انا غنلبس لكم هادو ديال 600 درهم زايده فوق 2800 هذا هو الثاني. البنات هادو راه ديال 600 درهم شوفوا كيفاش كيجيو في البيسه. انا هادي راه نخليها محلوله غطيح وي حبيبتي نورمالمون حاجه عاديه. وميمه نوضي سدي لي السنسله إلهام أم تسنيم غنوريك ماريا جات غنوصل ليهم وأنا غنوريهم لك أحبيبتي غير خليك معايا. ياسين يانيس براسلي كلو كاين ديجا مجده حدايا براسلي أنا غنوريه لكم دابا. البنات الحلقات ديال 600 درهم كيجيو غزالين في البيصه الثمن ديالهم 600 درهم وكاينين هادو صغار عليهم شويه الثمن ديالهم 500 درهم وكاينين هادو اللي كيجيو في التقيبه الثانيه الثمن ديالهم 300 درهم وهادو ديال 600 اللي لابسه لكم انا 300 درهم هاد صغيورين وهادو 500 درهم وهادو 600 درهم. بالنسبه للسلسله اللي في عنقي الثمن ديالها 1200 درهم 1200 درهم البنات وقلا مقبيله وانا هاضره عليها وما قلتش لكم الثمن. المهم وتكون انا شكون ناقه الثمن بلا غورميت بغيت غيتا غابوري ما فهمتش كومونتير ديالك حبيبتي. وريني كيفاش كيتسدوا لي كريول لي كريول الصغار. ياسين يانيس
شوفوا البنات دابا هاد الحلقات ما عرفتش واش غيبان لكم مزيان. المهم هما راه كاملين عندهم نفس السده، انا غنوريك في الحلقه الكبيره باش هكا يقدر يبان لكم مزيان. شوفوا البنات دابا هاد هما اصلا في هكا فليكسيبل، يعني ما تخافيش عليهم كيبقاو يمشي يعني ما كيعواجوش. كتشدي هاد العمود هذا، هاد العمود هذا، وكتدخلي في هاد الجهه الثانيه، هادي في هاد الجهه الثانيه. ما عرفتش واش كيبان لكم. شفتوا البنات كيفاش دايره الجهه الثانيه، يعني كتدخلي فيها هكا، فهمتي كيفاش كيجيو؟ كيجيو يعني كيتسدو مزيان وما كتخافي لا يتحلو ولا حتى شي حاجه. كيجيو زعما كيفاش نقول لكم، كيتسدو مزيان زعما ما عندكش مناش تخافي واش يطيحوا ولا يتحلو، ولا السده ديالهم كتجي زوينه. البنات البنت اللي سولاتني على السلسله الثمن ديالها 1200 درهم، وكتكون ديجا دافعه علينا افونس باش كنقدو ونقادوها لك، حيت كتصايب على قبلك نتيا وكتختاري الديزاين اللي بغيتي نتيا. دونك راها كتكون ديالك، كتكوني ديجا دفعتي لنا افونس وحنا كنصاوبوها لك. بالنسبه للسلسله ديال السميه الثمن ديالها 1200 درهم. الخواتم اللي في ايدي كاين هذا ديال هذا تروادي الثمن ديالو 850 درهم، وكاين دق البرا الثمن ديالو 850 درهم، وهاد السوليتير الثمن ديالو 750 درهم، ولابسه لكم هاد الكورميت الثمن ديالها 1500 درهم. سلمي على فاشين صوتها حداك. يوسفي خديجه لا حبيبتي ما كايناش فاشين حدايا اليوم، ما كايناش. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم، ديروا سكرين ودوزوا على الواتساب ديالنا اللي هو 0680 00 47 77. كنبقى غادي بحال باغا نزيد شي رقم واحد اخر. ياك البنت اللي كتسولني على ماريا جات من قبيله، انا نوريك ماريا جات. غير انا كنبغي نمشي بالترتيب باش زعما ما نتلفش. البنات ها هما ماريا جات، هادو اللي لبست البنات راه استعمالين، شي حاجه غزاله وديال ديما. بالنسبه لهذا الثمن ديالو، هذا راه برومو البنات، الثمن ديالو 1500 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 1900 درهم، هذا الثمن ديالو 1900 درهم، غزال شي حاجه استعماليه. البنات شوفوا كيفاش كيجيو مسيرتين بالحجر من الجناب. واخيرا كاين هذا الثمن ديالو 2500 درهم. ناديه حبيبتي ما حداياش خاتم رادكو، دوزي عندنا الواتساب وتما غادي نصيفطو لك ومرحبا بك. شوفوا كاين البنت اللي كتسول على ماريا جات من قبيله، فدوى فهيم باك مارياج بنانا موين عافاك حبيبتي، ما حطيتوش حدايا اليوم، ولكن دوزي عندنا الواتساب راه تما نصيفطو لك. جوست جوريس مرحبا بك حبيبتي، كريون دوبلين في يوم جوج كاينين حدايا، خليك معايا انا غنوريهم ليكم. المهم البنات هاد المارياج هذا الثمن ديالو 1500 درهم، راه برومو هذا اللي في هاد السبع، في هاد السبع نيت ديال المارياجات الثمن ديالو 1500 درهم. وكاين هذا حتى هو غزال في البيصه، الثمن ديالو 1900 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 2500 درهم، شوفوا كيفاش كيجي في البيصه غزال 2500 درهم. البنات بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو اللايف الى ام تسنيم. انا وريتك مارياجات بقيت عاقله عليك، هادو هما المارياجات اللي موجوده حدايا. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين. مرحبا والف مرحبا، جاو معاك غزالين اختي. شكرا لك حبيبتي، صراحه سميتك راه ما جاتني في الشكل ما عرفتش نقراها. جوست جوريس سولتيني على الكريون اللي فيهم جوج، كاينين حدايا هادو. البنات بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو اللايف باش هكا كلشي يستافد. انا غنلبسهم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو غزالين في اللبيسه. زكي بهول، زكي بهول حبيبتي خويا راني ما حطاش حدايا براسلي دق البرا، انا راه مولفه كنهضر غير مع البنات، كنبقى نقول حبيبتي عجبوني اختي، ولكن بغيت شي حاجه كبيره. الهام ام تسنيم دوزي عندنا الواتساب ديالنا وخلي ميساج في الواتساب، تما راه غنصيفطو لك، راه كاينين مارياجات كبارين، راه كاين غير انا كيعجبني داكشي اللي كيكون ما كبير بزاف، ما صغير هكا كيجي مع يدي صغيره باش يلاه يبان. انا لبست حاجه كبيره ما غتبانش. كاينين حدايا هاد الحلقات ديال الكريون اللي فيهم جوج، كاينين هادو كيجيو جوج مفتولين مع بعضياتهم، الثمن ديالهم البنات
1600 درهم. هاد الحلقات الثمن ديالهم 1600 درهم غزالين. الا جوست جوريس الا كنتي كتهضري على هادو راه ما غاديينش يتلبسوا ليا في التقيبه الثانيه، حيت ديجا عندهم العمود ديالهم كبير وانا مع ودني صغيره، يعني ما غيبانوش حيت هادو راه كبار. الا بانوا لك مزيان راه الدوره ديالهم كبيره شويه. الثمن ديالهم البنات الثمن ديالهم 1600 درهم، 1600 درهم الثمن ديالهم 1600 درهم. البنات راه لي كومونتير كيتحبسوا ليا شي مرات، ما كيبقاوش يتحركوا كاع. الثمن ديالهم البنات 1600 درهم، غزالين في البيسه واستعماليين، شي حاجه ديال ديما صراحه زوينين. ما تدوش عليا راه انا اليوم ضاربه غير مع حوايجي. البنات شوفوا هاد السلسله كتعجبني غزاله، واخا الثمن ديالها تا هو غزال. المهم البنات زوين، انا كتعجبني هادي كتحمقني. اصلا الذهب كامل زوين، وحنا العيالات كيعجبنا الذهب الصراحه، ما كاينش شي مره ما كيعجبهاش الذهب. وميمه متي ولا مازال نوضي سبتي ليا يا يلا هاكي سدي لي هاك سميتو. جاوبيني اصاحبتي شحال الغرام الرادكو؟ صاحبتي يوسفي خديجه الرادكو كتبدا من 595، يعني وانتي غادا كتزيدي في الغرام، كل ما كان الغرام زايد كل ما كتنقص لك الثمن ديال، كل ما كان الغرام زيد كل ما تنقص لك الثمن، فهمتيني؟ ما عرفتش كيفاش نشرح لك، ولكن المهم من 10 غرام ولتحت كتحسب لك ب 595، اما من 10 غرام والفوق وانت غادا وكتنقص، يعني كتوصلي حتى ل 20 غرام عاوتاني كيتبدل الثمن، كيف ما ثقلتيها كيف ما كتحسب لك بالثمن قل. البنات شوفوا هاد السنيسله غزاله وزوينه، وحتى هي استعماليه، هادي راه فرصه ديالها فرصه غليظه، شي حاجه غزاله. شوفوا البنات الا عقلتوا هادي راه كانت كتلبسها فاتين بزاف وما كانش كتحيده، كتجي غزاله في البيصه. الثمن ديالها 2200 درهم، 2200 درهم غزاله في البيصه واستعماليه وديال ديما. البنات انا اليوم موجده لكم هذاك الشيء خفيف واستعمالي ديال ديما، شوفوا كيفاش كتجي غزاله في البيصه. الثمن ديالها 2200 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجبتكم، ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا 06 80 00 49 77. اي حاجه عجبتكم البنات ديروا سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا 06 80 00 49 77، اولا خليو لينا ميساج في الانستغرام ديالنا اولا في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي انا دايره منها لايف. مرحبا والف مرحبا. الثمن لي مغياج اختي نور الهدى، انا غنقول لك حبيبتي دابا غنجاوبك انا معاك دابا باش تحل لي الكورميط. المهم نور الهدى نعاود معاك الاسئله ماشي مشكل، واخا انا ديجا قلتهم كاين هذا الثمن ديالو، اصلا انا كاين هنا باش نقول لكم الاسئله نتوما غير امرو. كاين هذا الثمن ديالو 1500 درهم، هذا راه ديجا بخومو البنات، الثمن ديالو 1500 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 1900 درهم، 1900 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 2500 درهم، هذا الثمن ديالو 2500 درهم، 1900 درهم، 1500 درهم. سلام اختي مريم تبارك الله عليك منوره، عافاك وريني الخاتم طروات ديال اللي في يدك. يلا دخلت اللايف دابا فاطمه مرحبا بك، ماشي مشكل نوريك. كاين هاد لاباك طروات دي، هذا كيجي غزال في البيصه واستعمالي وديال ديما، الثمن ديالو 1000 درهم. وكاين هاد الخلخال اللي لابسه في هاد الايد، تا هو الثمن ديالو 1000 درهم. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم، ديروا سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. فاطمه وكاين حتى هذا طروادي، حتى هذا طروادي الثمن ديالو 850 درهم، تا هو كيجي غزال في البيصه، الثمن ديالو 850 درهم. نسيمه صباح ما مجداش حدايا ماريا جات بهذا الثمن، مجده حدايا غير هادو. كاين هذا ب 2500 درهم، هذا 2500 درهم. وكاين هذا 1900 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 1500 درهم. سلام اختي شحال دايره السنسلات ديال بنيتات الصغار؟
عيشه شاد. كاينين التنسلات كيبداو من 800 درهم والفوق على حسب نتي واشنو بغيتي. دوزي عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 0680 00 49 77. مرحبا والف مرحبا البنات. راه النمره ديالنا راه الا ما كانتش طالعه لكم ايبانك لي في الكومونتير راه هي هذيك اللي كاينه تما بالخضر. هي هذيك اللي كاينه تما ها هي حدا راسي 0680 00 49 77. البنات بارطاجيو اللايف البنات، ما تبخلوش عليا من البارطاج باش هكا يطلع اللايف وكلشي يستافد وكلشي يشوف اللايف. المهم البنات كاينه هاد السنيسله قلت لكم الثمن ديالها 2200 درهم. لا انا جبت سنسله طويله. الثمن ديالها 2200 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجباتكم، ديروا سكرين. دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 0680 00 49 77. ما يمكنش انا صاحبتي قال لك راجلي شحال رادكو 12 غرام راه تيتفرج معايا ديما. يوسفي خديجه 12 غرام. انا غنجاوبك دابا ونقول لك الثمن وقول ليه مرحبا بك. اثناشر غرام حبيبتي غتبقى لك بسبع الاف درهم. اثناشر غرام بسبع الاف درهم. انا ناكد لك دابا الحساب. اثناشر رادكو اثناشر غرام غتبقى لك بسبع الاف درهم. مرحبا بك خديجه يوسفي خديجه. سلام ديما كنجي معطله. طامو طامو الزوين. لا ما معطله والو، باقي اللي زار شكل باقي الخير ماشي مشكل. ثمن رادكو الغرام. سميره السعيد يلاه جاوبت رادكو على حساب الجرامات. كل ما تقلتي الجرام كل ما كتحسب لك بثمن قليل. ديروا سكرين البنات، ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا. مرحبا او الف مرحبا البنات. غنوريكم دابا شنو غنوريكم. غنوريكم هاد السنيسله. ملي هاد الكرسي كيصدعني. قومي موقعنا غنحشيجك. نوضي نوضي سدي ليا شنو البنات. غنلبس لكم هاد السنيسله ديال هاد الخميسه. كتجي غزاله هادي البنات. هاد الحجره هادي راها خضراء، راها فيغنا ماشي كتبان نواغ ولكن راها خضراء. هيك سدي لي باش تشكي تشكرا وزين. سكتي راني دايره لايف تعرفيني فمي ميسكوتش. بغيت تغزل عليك في خفاء. طعمو زوين. سولتيني على لاباك 3 دي. كاين هذا الثمن ديالو 1000 درهم. كيجي زوين في البيصه البنات. هادو راه استعمالي وكاع هاد الخواتم اللي كنت لابسه لكم استعماليين. هذا الثمن ديالو 850 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 1000 درهم. زين وريني لي كريون المبرومين يكونوا في حدود 1200 درهم. 1200 درهم حبيبتي. حاليا ما كاينينش حدايا، كاينين حدايا غير هادو 600 درهم وكاينين الصغار ديالهم 500 درهم وكاينين هادو اللي كيجيو في التقيبه الثانيه الثمن ديالهم 300 درهم وهادو الثمن ديالهم 1600 درهم. ولكن الا دزتي عندنا راه كاينين وحدين اخرين الثمن ديال بشويه اويو الثمن ديالهم 1500 درهم. زوجي قرات عيني. وريني اختي الخميسه المشبكه بحال هادي اللي دايره فانقط. هي شويه زوجي قرات عيني. الا كنتي كتهضري راه ماشي زوجي انا، راه السيده دايره زوجي قرات عيني. عافاك زوجي قرات عيني. قولي لي اختي شنو سميتك باش نبقى نعيط لك بسميتك. راه كيفهموني غلط، كيحسب لهم راجلي داخل يتفرج في اللايف راجلي اللي باقي ما عرفتيش. المهم البنات البنات هاد السنيسله هادي الثمن ديالها 900 درهم. زوجي لا زوجي قرات عيني اللي باغا خميسه مشبكه كاينه هادي الثمن ديالها 900 درهم. ويمكن انا عرفت السنيسله اللي كتهضري عليها حاليا راه ما موجدهاش حدايا. المهم كاينه هادي كاينه وسطها هاد الحجره كتبقى تحرك. الثمن ديالها 1400 درهم. هادي البنات الثمن ديالها 1400 درهم. كتجي غزاله في البيصه واستعماليه البنات، راها مسيرتيه بالحجر من الجناب. الثمن ديالها 1400 درهم. زوينه وغزاله
دوزوا عندنا الواتساب البنات، اي حاجه عجبتكم ما عليكم الا ديروا سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. اميره الدروه وصحيحة السنسلة حبيبتي، الصح والعمل، هادشي اللي كنوريك الصح والعمل، راه السنسلة صحيحة ولكن كتبغي المحافظة، وأي حاجة كتبغي المحافظة. المهم البنات ديروا سكرين، أي حاجة عجباتكم ديروا سكرين، دوزو عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 ناري الواتساب راه ميمكنش، راه كنبقى نقولو بزاف. البنات خليو لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج أولا في الانستغرام ديالنا، مرحبا وألف مرحبا. زطامو زوين، سلسلة طروات دي أرخص وحدة، كاينة حبيبتي كاينة ألف ومية درهم، كاينة ألف ومية درهم ونتي طالعة. البنات شوفوا هاد الحلقات زوينين كيجيو لاصقين في الودن، كيجيو لاصقين في الودينة، غزالين واستعماليين وديال ديما، الثمن ديالهم 1500 درهم، 1500 درهم البنات راه غزالين، شي حاجه زوينه واستعماليه ديال ديما. البخي ديال الخميسه، الخميسه اللي كتهضري عليها شكون؟ شكون ام اسلام؟ لا ماشي ام اسلام، جنات الا كنتي كتهضري على هذه، الثمن ديالها 1400 درهم، الثمن ديالها 1400 درهم، كتجي زوينه في البيصه واستعماليه. البنات غنعاود نفكركم البنات بالبرومو اللي دايرين، راه ما بقى ليها والو تسالي، هذه راه البرومو ديال راس العام البنات، بزاف ديال البنات كيقولوا لينا حنا باقيين ما تخلصناش، زيدي لينا في البرومو طولوها لينا شويه، خليناها لكم البنات حتى النهار 10 في شهر، هاد الشهر هذا 10 في شهر واحد. البنات كاين هاد السنيسله ديال الدياماندات، هاد السنيسله البنات الثمن ديالها بوحدها الا خديتيها بوحدها الثمن ديالها 750 درهم، ولكن الا خديتي معاها ارتيكل واحد اخر كتقاملك 550 درهم، واخا تاخدي معها اي حاجه البنات 550 درهم باش كتبقى لك. وكاينه هذه ديال دياماندا وحده، كاينه هذه ديال البنات الثمن ديالها 700 درهم، الثمن ديالها 700 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل كتحسب لك ب 500 درهم، كتاخدي مع ارتيكل كيف ما كان البنات، واخا غير كوردون ديال 250 درهم كتحسب لك الثمن ديال 500 درهم، وهذه كتحسب لك ب 550 درهم. واش غير الخميسه ب 1400 درهم، ولا حتى السنسله اللي معلقه فيها الخميسه؟ مسعودي راه انا ملي قلت 1400 درهم، راه انا مادام لابساها وبينتها، يعني انا كنهضر على هذه كامله السنسله بالتعليقه، السنسله بالتعليقه 1400 درهم، 1400 درهم، ها انت شوفي اختي راه السنسله بالتعليقه 1400 درهم، غزاله واستعماليه شي حاجه زوينه. انا صيفطت لكم في الواتساب واحد الخاتم عجبني مازال ما جاوبتوني. سهام البجراوي غير خلي ميساج للبنت، راه اون فوا غتوصل الميساج ديالك غادا تجاوبك، راه كيكونوا الميساجات بزاف وكيكون الضغط، راه غير غادا توصل الميساج غتجاوبك. اميمه سدي لي هادو عافاك هاك، شي سلسلة الثمن 1500 درهم. مريم المهم نتي سميتك مريم، راه كاتبه سميتك مقلوبه، كاينه هادي الثمن ديالها 1400 درهم. الثمن ديالها 1400 درهم هاد السنيسله اللي انا لابسه البنات، ممكن تورينا لي كوردوم مريم؟ بقيتيني كنلبس فيهم دابا، انا غنوريهم لكم دابا. البنات ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. مرحبا بكم البنات، اولا خليو لينا ميساج في هاد لاباج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي انا دايره منها لايف. لي امي ما صافي انت صايمه دخش غير صبري، علاش صبري حشو دابا سدي لي هذا. البخي ديال الخميسه بوحدها زيري هذا شويه امي، عافاك طوين قاش بلديين. فاطمه الزهراء بوعلام
بوعلام ما موجدهمش حدايا، ولكن دوزي عندنا الواتساب راه كاينين حلقات بلديين الثمن ديالهم 2400 درهم زوينين واستعماليين وديال ديما. البنت اللي سولاتني على لي كوردون كاينين هادو البنات، راه البرومو اللي دايرين راه تقدري تاخدي السلسله، تقدري تاخدي هاد السلسله. حنا كاينين في مدينه 16 دنيا دنيا طه، حنا كاينين في مدينه 16 وكنديروا التوصيل في المغرب كامل، فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك. تبارك الله عليكم كلكم ضريفات، الله يعاونكم. شاده شاده الرباطيه، شكرا لك حبيبتي. البنات هاد السلسله اللي دايرين برومو هي والدياماندا اللي معاها كاينه هادي، خليكم معايا خليكم معايا نقاد لكم هادشي. البنات البرومو اللي دايرين لكم كاينه هاد السلسله ديال دياماندات كدير 750 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتحسب لك 550 وهي بوحدها كدير 750. السلام عليكم. السلسله كلاش بوندونتيف لاصق من الجهات بزوج. الا كنتي كتهضري على هذيك السلسله الكبيره ديال الكلاش اللي مشدوده من جوج بجوج، شكون بعدا صفاء مروه حاليا ما كايناش حدايا، دوزي عندنا الواتساب وتما نخليوها لك فيديو ومرحبا بك. البنات نكمل لكم هذه السلسله الثمن ديالها بوحدها كدير 750 درهم، 750 درهم. الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر تقدري تاخدي مع اي خيط من هادو، اي خيط من هادو اللي الثمن ديالو 250 درهم، غتحسب لك هي ب 550، غتحسب لك ب 550. وكاينه هذه اللي فيها دياماندا بوحدها، اللي فيها دياماندا بوحدها الثمن ديالها. البنات يسالي الاذان وانا معاكم. فاطمة الزهراء كل ما دوي بشويه الله حق. فاطمة الزهرة جاوبي جاوبي قولي لي راه دايره لايف بنت عمتي. الو شفتي انت مريم راه دايره لايف ويسالي في عقوبة يلا يلا البنات نكملوا. بالنسبه للدنيا طه، دنيا طه انت في قنيطره ماشي مشكل، حنا غنوصلوا لك لا كوموند ديالك حتى لعندك فين ما كنتي غتوصلك لا كوموند ديالك، ما عليك الا دوزي عندنا الواتساب ديالنا اللي هو هذاك 0680 007 0689 4747. البنات ما ديوش عليا، كتخلي لنا ميساج في الواتساب ديالنا، كتصوري الارتيكل اللي عجبك، راه تما البنت كتهضر معاك المهم كدوز لك لا كوموند اي حاجه بغيتيها مرحبا بك، كتوصلك لا كوموند فين ما كنتي. حنا كنديرو التوصيل في المغرب كامل. بالنسبه للبنات كانوا كيسولوني راك تسكت على ود الاذان، واش البوندونتيف ديال الدياماندا صحيح السلسله صحيحه صح والعمل واستعماليه وديال ديما، ولكن كتبغي المحافظه ضروري المحافظه. البنات نكمل ليكم المهم ما علينا،
قلت لكم ستنس جاتني الضحكة. شكون 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 هاد البنت بغيت نقرا الكومونتير ديالها ولكن مشات لي سميتها الصراحه ما ليلى. ليلى الشريف شكرا لك حبيبتي عويلاتك اللي غزالين. البنات نكمل لكم لا عندها شي حاجه. البنات البرومو اللي دايرين لكم البنات غتسالي نهار 10، يعني راه اليوم 8 بقى 9 نهار 10 غتسالي. كاينه درناها هاد البرومو راها بمناسبه راس السنه، طولناها شويه على ود كاينين شي بنات ما كيتخلصوش يعني في 30 وهذا خلي بزاف البنات قالوا لنا خليوها حتى طولوها شويه. المهم زدنا لكم فيها. كاينه هاد السنيسله ديال دياماندات اللي كتشوفي على هاد الشكل هذا، كتجي غزاله في البيصه واستعماليه، الثمن ديالها بوحدها 750 درهم. 750 درهم. الا خديتيها مع ارتيكل تقدري تاخدي مع خيط من هادو، هذا الثمن ديالو 250 درهم، هي غتحسب لك ب 550 درهم. 550 درهم. وكاينه هذه اللي فيها هاد الدياماند هذه الثمن ديالها 700 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر غتحسب لك ب 500 درهم. ومني كنقول لكم ارتيكل واحد اخر راه ماشي بالضروره تشري، تقدري تاخدي اي حاجه عجبتك تاخديها معها، واش الكريول ديال 300 درهم اولا كوردون من هادو البنات اللي كيجيو غزالين في البيصه الثمن ديالهم 250 درهم الواحد، فيهم الزرق وفيهم الاحمر وفيهم الكحل، الثمن ديالهم 250 درهم الواحد. 250 درهم الواحد كيجيو استعماليين وزوينين وغزالين في البيصه صراحه. تقدري تاخدي هذا الثمن ديالو 250 درهم، غتحسب لك السلسله ديال الدياماندا ب 500 درهم او ديال الخريشاش ب 550 درهم. وكاينين هادو البنات هادو ديال الجوهر حتى هما غزالين في البيصه. انا نصدم بوحدي صافي طفح الكيل، طفح الكيل معاك اوين كتبان ليا عيشي دايره اللايف الدريه الدريه. البنات كاين هذا ديال الجوهر فيه الكرونه وفيه الخضر حتى هو غزال في البيصه. قادم وانا معكم حتى هما زوينين البنات. كاين هذا الثمن ديالو 300 درهم وهذا 300 درهم، يعني الثمن ديالهم 300 درهم الواحد. 300 درهم الواحد زوينين استعماليين، فيهم هاد ليبو اللي كتشوفوا هنا هادو راهم ذهب، كيجيو شي حاجه غزاله واستعماليه وديال ديما البنات. لا صافي قلت لك السلسله اللي في عنقي الثمن ديالها 1400 درهم، الثمن ديالها 1400 درهم. اجي سدي لي واحد السلسله بلا ما تمشي، فيقي شويه. بغيت السلسله ديال الكورميت الرقيقه، ديال الكورميت الرقيقه. واش كتهضري على زعما هاد السلسله هادي باغا شكون بعدا اميره دروه ولا دروه؟ المهم ما علينا. الا كنتي واش باغا هادي اللي باغاها كورميت اولا كتهضري على بوندونشي اولا كتهضري على الرادكو تكون رقيقه؟ ما عرفتش بالضبط علاش كتهضري. فاتي ليلي ما حطاش حدايا حبيبتي الرادكو البلدي، ما حطاش حدايا البلدي رادكو براسلي، ما عرفتش مالي مع الرادكو براسلي يكون صحيح في حدود 5000 درهم. زينب زينب دوزي عندنا الواتساب ديالنا، خلي لينا ميساج وديك الساعه حنا غنصيفطو لك اختاري اللي عجبك. الواتساب ديالنا البنات راه هو 06 80 00 49 77. شوفوا البنات هاد السلسله غزاله، في البوندونشيف ديالها راه رادكو داير كيجي غزال في البيصه. البنات راه درتها لكم مع السلسله ديال الشوبار رقيقه، جات زوينه صراحه واستعماليه وعاطيه للعين. ام فاطمة الزهراء خايبين، شنو هما اللي خايبين؟ المهم ما علينا. البوندونشيف ديال رادكو داير كيجي غزال واستعمالي وديال ديما، الثمن ديالها 2400 درهم. هاد السلسله هادي الثمن ديالها 2400 درهم، كتجي زوينه في البيصه، الثمن ديالها 2400 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين، دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. السلسله بحال هادي اللي في عنقك غير سنيسله، يعني كتهضري على السلسله ديال يعني كتهضري على لاشين غورميت ديك الرقيقه كاع.
البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم، ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 0680 00 49 77، اولا خليو لينا ميساج في الواتساب ديالنا، الميساج في ميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، اولا في الانستغرام ديالنا فين مرتاحيتو. مرحبا بكم والف مرحبا. كاتي كاتي ما حاسبش التعليقه بوحدها شحال دايره حبيبتي، دوزي عندنا الواتساب وتما نحسبوا لك اي حاجه بغيتيها غنحسبوها لك ماشي مشكل. البنات غنلبس لكم هاد، ما بينتش لكم لونسومبل كامل، المهم حلقه راني لبستها. شوفوا البنات هاد لونسومبل غزيول واستعمالي حتى هو ديال ديما، راه قلت لكم انا اليوم جبت لكم غير الخفيف وداك الشيء استعمالي وديال ديما. هاد لونسومبل الغزاله البنات الثمن ديالو كامل البنات الثمن ديالو 3000 درهم، الثمن ديالو 3000 درهم. بالنسبه للسنيسلا الثمن ديالها 1100 درهم، وبالنسبه للاباك الثمن ديالو 1000 درهم، والحلقات الثمن ديالهم 1500 درهم. انا غنوري لكم دابا ملبوس، انا بغيت سلسله دياماند اللي بالثمن ديالها 700، الثمن ديالها 750 درهم. سهام سهام البجراوي، كتهضري على هذيك اللي فيها خريشات، هي اللي الثمن ديالها 750 درهم. دوز الواتساب خلي ميساج مرحبا والف مرحبا، ما عليك الا تصور الارتيكل اللي عجبك وكتخلي لينا ميساج وحنا كنتكلفوا بالباقي. البنات راه كنديروا التوصيل في المغرب كامل، فين ما كنتو في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك، راه كنديروا التوصيل البنات في المغرب كامل من طنجة حتى للقويره. دنيا طه المارياجات انا غنعاود نوريهم ليكم، لبسته بوحدي واخا ما كاينينش لبسته بوحدي صافي، مابقاش معولي على الدريش. البنات شوفوا هاد لونسومبل صراحه غزال في اللبيسه استعمالي وديال ديما، شوفوا شحال غزاله البنات، خفيف وزوين. انا دايره لايف اجي نقول البنات الثمن ديالو كامل 3000 درهم، الثمن ديالو كامل 3000 درهم. بالنسبه للسنيسلا الثمن ديالها 1200 درهم، كتجي غزاله في البيسه الثمن ديالها 1200 درهم. راه شفتوا بغيت اش تدخلوا، والحلقات الثمن ديالهم كيجيو غزالين في البيسه الثمن ديالهم 1500 درهم، 1500 درهم. ولاباك الثمن ديالو 1000 درهم، بالنسبه للاباك الثمن ديالو 1000 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجباتكم، ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا 0680 00 49 77. مرحبا والف مرحبا. سهام بجراوي بصح كيف قالت لك البنت خديها مع شي حاجه واحده اخرى تحسب لك ب 500 تحسب لك 500 درهم، تقدري تاخذي كوردو من هادو ب 700 250. الا كنتي باغا سنيسلا ديال الدياماندات اللي فيها خريشات اللي ب 550 غتحسب لك اللي ب 750 غتحسب لك. ما شاء الله طولاتها فاتحه الميسر ما شاء الله على الذهب ديالنا، بارك الله فيك حبيبتي عويناتك اللي ذهب مرحبا بك. اختي وريني شي براسك ليا ثلاثه وقولي ليا الثمن شحال. احلام ما وجدتش حدايا اليوم، حاولت نوجد لكم شي حاجه خفيفه. كاين هاد البراسلي الدريات ديري لي صداع، حيدي حيدي ليا اختي على حيدي، ضربت البرد بحال ضربت البرد. بالنسبه للسهام كنت كنقول لك الا كنتي باغا الدياماندات ديال 750 درهم غتاخديها مع هاد الكوردو مع هاد واحد في هادو دير 250 درهم. سنيسلا وهذا غتحسب ليك غير ب 800 درهم، سنيسلا والكوردو. لبست لكم البنات هاد البراسلي ديال الكلو كيعجبني، لبس معاه لاباك معرفتني لاباك ماشي بخوتي اش هادشي حيدي ليا هاد. اختي بغيت زوج جوج دياماندات نورا نورا
نورا نورا الايمان دوزي عندنا الواتساب ديالنا خلي لنا ميساج البنت راه غادا تجاوبك وتما دوز ليك لا كوموند اي حاجه بغيتيها مرحبا بك والف مرحبا سوك انا غنوري لكم انا كنبغي نخلي داكشي اللي شقي شويه هو الاخر المهم البنات لبست لكم هذا البراسلي ديال الكلو مع الخاتم اللي كيجي معاه البنات راه شوفي هاجر حطات لي واحد القياس كبير وانا ما لقيتهاش و دويتي مع الفرا دوي مع الفرا البنات البراسلي الثمن ديالو 2800 درهم 2800 درهم مع الخويتم ديال الكلو اللي كيجي معاه الثمن ديال لاباك 900 درهم كيجي غزال في البيسه واستعمالي والبراسلي الثمن ديالو 2800 درهم البنات انا راه غير كيقيم السطلا راه كان كيأذن قبيله ما عرفتش فين حطيت البراسلي الاخر قلبت لكم البنات هاد البراسلي ديال المشاربي غناخذهم بجوج ان شاء الله هادشي غزال عندكم تبارك الله السهام البجراوي سكنيتك كتلف ليا البجراوي مرحبا بك حبيبتي اللي عجبك مرحبا والف مرحبا سلام عافاك خاتم دق البرا يكون خفيف ها هو كاين حدايا شكون هادي اللي بغاتو شيماء شيماء راه انا قبيله وانا كنبين فيهم وانا ايه قولي البنات دق البرا راه دخل السطوك هو وهاد الطروات دي اللي بغات لا كوموند ديالها تعاود تخلي لنا ميساج او المهم البنات راه اللي مدوزه لا كوموند راه غتوصلها واللي كانت ما مدوزاش لا كوموند ما عليها غير دوز الواتساب ودوز لا كوموند غيوصلوها حتى هذا راه دخل السطوك وهذا هو دق البرا الخفيف شيماء سولتيني على دق البرا الخفيف كاين هذا الثمن ديالو 850 درهم غزال وزوين واستعمالي وديال ديما بالنسبه للبراسليات لبست لكم هذا ديال المشاربي زوين في البيسه الثمن ديالو 4300 درهم هذا البراسلي ديال المشاربي البنات الثمن ديالو 4300 درهم كيجي غزال شي حاجه عاطيه للعين الثمن ديالو 4300 درهم 4300 درهم البنات ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 06 80 00 49 77 مرحبا والف مرحبا اي حاجه عجبتكم البنات وبارطاجيو اللايف البنات بارطاجيو اللايف ما تبخلوش عليا من البارطاج باش هكا كلشي يستافد فين كنا البنات فين كنا وريتكم البراسليات صافي المهم البنات هذا راه 2800 درهم كنعاود اشمينا نكون ما قلتهمش هذا 2800 ديال الكلو وهذا المشاربي الثمن ديالو 4300 درهم وكاين هذا الخاتم ديال الطروات دي الثمن ديالو 850 درهم البنات راني ما عرفتش اش كنشحف بغيت شريبه الثمن ديالو 850 درهم وهذا الثمن ديالو 900 درهم الثمن ديالو 900 درهم شنو غنوريكم دابا شنو غنوريكم الصوت ورا البنات كاين هاد الصوت ورا غزال ديال هاد الوريدات البنات كيجي طويل في اللبسه غزال في اللبسه ما عرفتش واش غيبان كامل ولا لا البنات هاد الصوت ورا الثمن ديالو 4300 درهم 4300 درهم روان روان انتي ما عليك غير دوزي عندنا الواتساب وتما راه البنت غتصيفط لك الطريقه كيفاش تصيفطي ليها القياس ديالك راه ساهل انتي غير دوزي الواتساب وتما البنت غتوريك حبيبتي مرحبا بيك البنات السطوار الثمن ديالو 4300 درهم 4300 درهم ما عليكم الا ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم كديروا سكرين كدوزي عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77 اولا الميسنجر ديال هاد لاباج دايره منها لايف اولا كدوزو عندنا الانستغرام ديالنا مرحبا بكم والف مرحبا البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين شنو باقي ليا بقات ليا شكرا هادي 850 البنت اللي كتسولني على لاباك ديال لوزه من عطوني مقاس البنات لاباك ديال لوزه لاباك ديال لوزه ها انا غدا نوريه لك دابا انا معاك صراحه ما عقلتش لي على سميتها المهم عطوني عزيزه بغيت مقص مقيتوش نودي اميمه نودي ها هو ها عزيزه ها هو نودي عطيني اميمه مقص البنات انا غنلبس لكم هاد لونسومبل
علاش هو بغى يزقى ما بغاش يزقى كيجي البير هذا البنات هذا راه شي حاجه هماويه وديال الحضور بقاي باش تسدي لي عافيه حلي لي السيستلة الصغيرة اللي في عنقي صغيرة نخلي الصوت وار ايه وسدي لي هادي ريحان ريحانة ديك البرا واش البوندون شي طاح لا مطاح هيك البنات ديروا سكرين هادو البنات كاينين هاد لي كوردوم كاين الكحل والاحمر والزرق الثمن ديالهم 250 درهم الواحد وكاينين هادو ديال الجوهر الثمن ديالهم 300 درهم الواحد كاين في الفيغ وفي البوردو ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا مرحبا والف مرحبا هاك دق ريحانة ريحان ريحان ريحانة دق البراء الثمن ديالو 850 درهم الثمن ديالو 850 درهم استعمالي وغزال كيجي زوين في الفيسا وفاء الباجي مرحبا بك اختي يلا ها طفات على الشمع البنات اي حاجه عجبتكم ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا هذاك الموين 1200 1100 لا 1000 كاين ديال 1100 انا يا ديما صافي سكتي ما البنات كاين هاد البراسلي ديال الجلوي باش ما ننساش كاين هاد البراسلي ديال الجلوي كيجي حتى هو غزال في الفيسا الثمن ديالو 3500 درهم لا ميمكنش الثمن ديالو 3500 درهم هاد البراسلي ديال الكلو الثمن ديالو جوست جوريز ضحكاش ما عرفتش علاش ضحكاش كون انا قلت شي حاجه ولا درت شي حاجه ما فيهاش البنات هاد البراسليات صراحه شوفوا عزيزه جاوا زوينين مع بعضياتهم الكلو الثمن ديالو 2800 درهم وكاين المشاربي الثمن ديالو امينه مينا الحجر واش طبيعي ما عرفتش حبيبتي عزيزه انا ما فهمتش هاد الحجر واش على الجوهر اللي عندنا في الكوردون ماشي طبيعي عادي الجوهر قولي انا ما بصح البنات انا راه كيقول راه جوهر حر ولكن حنا ما متاكدينش منه شوفي انا اللي متاكده لك منه هو هاد ليبول اللي هنا راهو ذهب حيت انا اللي عارفه ان حنا يعني اختصاصنا الذهب عارفه هادو راه ذهب وبالنسبه لهاد قولي الحراري بشويه عزيزه قولي لها بشويه حراري وبالنسبه لهاد الحجيرات السيد اللي كيبيعوا لينا كيقول لنا راه طبيعي ما عرفتش المهم البنات كاينين هاد البراسليات كاين هاد القلوي الثمن ديالو 3500 درهم وكاين هذا ديال المشاربي الثمن ديالو 4300 درهم امينه شكرا لك حبيبتي وكاين هذا ديال المسمار الثمن ديالو 2800 درهم كنت كنلبس لكم في لونسومبل ديال اللوزه وليت كنهضر على البراسك السلسله رويال ما كايناش حدايا حبيبتي ولكن ما عرفتش اين رويال كتهضري عليه انا اللي سديت على شعري اين رويال كتهضري عليها بالضبط اجي سدي لي الكورميتو سيري يسرى غيري عليه شويه رويال اختي جاوبتي كسناء مغتاني ما كايناش حدايا دابا رويال وما عرفتش اين السلسله بالضبط كتهضري عليها ديال الرويال البنات لبست لكم هاد لونسومبل الغزال الهماوي البنات هذا راه شي حاجه هماويه وديال الحضور السيده اللي كانت كتسولني على لاباك ديال اللوزه ما عرفتش واش باقا داخله ولا خرجات راه هذا هو لاباك اللي كانت كتسولني عليه ديال اللوزه علاش البنات القاده هادشي اختي وفاء راه كتصيفط ليا في البوسات عزيزه ما عرفتش مالها خرجي من الروم تشكل انا اختي ما بيناتنا هادشي البنات شوفوا كيفاش كيجي غزال صافي عجبتها صافي شكرا وفاء البنات كيجي غزال في البيسه شي حاجه مهيبه قلبي شمه راداش هي عندها شي حاجه فيها البنات كيجي غزال في البيسه شي حاجه مهيبه وديال الحضور
شوفوا كيفاش كيجي مهيبخ. شي حاجه زوينه البنات وديال الحضور كيجي غزال. بالنسبه للثمن ديالو عزيزه ما كتبتيش ليا داكشي شناهو الثمن ديال الطوطال ديال هذا؟ شوف شرف الورقه لاصقتها طوطال 13 عام. البنات الطوطال ديال الطوطال البنات لونسومبل هذا لونسومبل كامل البنات ديال اللوزه اللي كتشوفوا الثمن ديالو 13000 درهم. الثمن ديالو كامل مكمول 13000 درهم. بالنسبه للحلقات الثمن ديالهم 3400 درهم ولا باك الثمن ديالو 1600 درهم والكورميط حتى هي الثمن ديالها 1600 درهم والكولي الثمن ديالو 6800 درهم. الثمن ديالو 6800 درهم كيجي غزال في اللبسه وشي حاجه هماويه وديال الحضور الثمن ديالو 6800 درهم. وبالنسبه للثمن ديالو كامل 13000 درهم. الحلقات الثمن ديالهم 3400 درهم ولا باك لاباك الثمن ديالو 1600 درهم والكورمي الثمن ديالها 1600 درهم. بالنسبه لهذا انا باقا دابا في لي زونسومبل غنوريكم هذا كاين هذا البنات حتى هو غزال البنات كاين هذا لونسومبل حتى هو غزال صراحه في البيصه انا غنلبسو لكم دابا بعجاله بعجاله حيت بان ليا الوقت ما بقاش. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين دوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. شي قالت لي غير شويه عليك شافتني بديت كنزرب. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم خليو لينا ميساج دوزوا عندنا الخاص وحنا غادي نتكلفوا بالباقي. كنديروا التوصيل في المغرب كامل فين ما كنتي في المغرب كتواصلك لا كوموند ديالك ما عليك الا تخلي لينا ميساج. تحبسوا ليا لي كومونتير تحبسوا ليا رجع لهادو اللي ما شفتش لي الفوق. شكرا ليك. والبراسليت ديال دق البره شكون هي ريحان ريحان ريحانه ديال دق البره شحال كيتقامو ريحان ريحانه دوزي عندنا الواتساب تما غادا تجاوبك البنت خلي ليها ميساج وهي غادا تجاوبك. سوكا لايا دخلت البنت اللي كانت كتسولني ها هو الخاتم ديال لوزه كاين هذا كاين هذا اصلا انا كاين هذا زعما هذا هو انت بغيتي تشوفيه لاشي ما عرفتش واش كيبان لك واضح ها كيفاش داير من اللور ها كيفاش داير صراحه كيجي غزال صحيح شي حاجه صحيحه واستعماليه. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77. ناري ميمكنش فين حطيتش يا ربي هاكي خشي سدي ليا سلمي ليا على عزيزة وبشرى وفاتين متنبي ريما مبلغة حبيبتي مبلغ مرحبا بسلامك زيري ليا الكورميطة أميمة سعداتك سعداتك بختك مريوم الله يخليكم لبعضياتكم يا ريت لو كان عندي اختي. شكرا لك حبيبتي جيس جوغيس ما شكرا ليك وامين بغيت نقول زعما امين قلت لي الله يخليكم لبعضياتكم ما عندكش اختك يا حبيبتي ماشي مشكل حنا بحال خواتاتك. علاش هي بغات تحل ما بغاتش تحل ليا بنات غنلبس لكم هذا لونسومبل اللي وريتكم دابا مسيرتي كامل بالحجر سميره ضف ثمن طوانق مفتونين ما عرفتش الا كنتي كتهضري على هادو حيت انا كنت لابسه هادو الثمن ديالهم 1600 درهم هادو الثمن ديالهم 1600 درهم امي ما نوضي بالزربه سدي ليا اختي صافي بقات لك هاد السلسله صافي بقى سديتها ما عدوكش. سلام شحال البراسلي اللي في يدك مجده كابي مجده كاماش ما كتكملوش الكنيه علاش المهم البنات هاد البراسليت اللي في يدي كاين هذا ديال كاين هذا ديال الكلو الثمن ديالو امين شكرا لك اخويا الثمن ديالو 2800 درهم هذا ديال الكلو الثمن ديالو 2800 درهم
وكاين ديال المشاربي الثمن ديالو 4300 درهم، وكاين هذا ديال القلوي الثمن ديالو 3500 درهم. خليكم معايا كان هذا بزاف ما درتش شي دقيق طار مع الهضره. البنات جبت لكم هاد لونسومبل، انا راه كندور وجه الجير اخرى كنسى اش كنت كنقول. البنات لبست لكم هاد لونسومبل الصراحه غزال والله الا غزال، حتى هو زوين في اللبسه. شوفوا البنات كيفاش كيجي، شي حاجه عاطيه للعين وديال ديما. هذا انا بالنسبه انايا بعد السنين صلاه تجيني ديال ديما، شي حاجه غزاله واستعماليه. البنات شوفوا كيفاش كيجي مسيرتي بالحجر، شي حاجه غزاله، خدمه مفينيا وداكشي على حقه وطريقه. شوفوا كيفاش كيجي، الثمن ديالو البنات، الثمن ديالو البنات كامل مكمول 6700 درهم، الثمن ديالو كامل مكمول 6700 درهم. بالنسبه للسنيسلا الثمن ديالها 1700 درهم. شوفوا كيفاش كتجي السنيسلا، الثمن ديالها 1700 درهم. وبالنسبه للحلقات الثمن ديالهم 1900 درهم، كيجيو غزالين في البيصه، الثمن ديالهم 1900 درهم. ولا باك حتى هو الثمن ديالو 1900 درهم. شوفوا كيفاش كيجي الثمن ديالو 1900 درهم. والغورمي الثمن ديالها 2200 درهم، 2200 درهم. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم، البنات ديروا سكرين، ما عليكم الا ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا اللي هو 06 80 00 49 77، اولا الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، اولا كدوزوا عندنا الانستغرام ديالنا. فين مرتاحيتو البنات ما ديوش على شي حاجه بانت لكم من هنا، راني شاده الشوميزه باش هكا يبانوا لكم السناسل. لا لا راه مفروشه. البنات شوفوا هاد السلسله ديال الحضور اللي غنلبس لكم دابا، شوفوا البنات كيف راها طويله وكتجي غزاله في اللبسه. الثمن ديالها 9300 درهم. شوفوا البوندونشي ديالها راه كبير، الثمن ديالها 9300 درهم، 9300 درهم. كتجي غزاله في اللبسه. دنيا طه حبيبتي ما شفتش التعليق ديالك، عاودي رجعي لي التعليق باش هكا نشوفو ونجاوبك. البنات السلسله الثمن ديالها 9300 درهم، 9300 درهم. كتجي غزاله في اللبسه وشي حاجه ديال الحضور وزوينه. وقبل ما نسالي اللايف بغيت نوريكم هاد السلسله الطروات دي اللي كتجي وسط هاد اللعيبه، هاد اللعيبه البنات راها كتبقى تتحرك. الثمن ديال هاد السلسله 1700 درهم، الثمن ديالها 1700 درهم. شوفوا كيفاش كتجي في البيصه غزاله، الثمن ديالها 1700 درهم. واخيرا كاينه هادي، هادي عين كتجي عين كبيره. عين كبيره عزيز، عين بقره كنقولوا لها عين بقره. البنات الثمن ديالها 850 درهم، هاد السلسله الثمن ديالها 850 درهم. وقبل ما نمشي البنات غنعاود نفكركم، يمكن شوفي قبل ما نمشي البنات غنعاود نفكركم بالبرومو اللي دايرين اللي ما بقى ليها قبل ما نمشي، قبل ما نسالي اللايف زعما. انا ما سخيتش بيكم راه ما كراش. عافاك مريم، انا كنلبس 6 سنتيم في الدملي شحال نلبس في البراسلي، بحال بحالي عزيز. لا ماشي بحال بحال، البراسلي كيكون كبر. لا دبليجي كيكون طاي كبر، دبليج يعني يعني البراسلي تقدري تكوني تلبسي قل بحال تلبسي 5 9 اولا 5 8. نوزي عندنا الواتساب وتما غادي نقولوا لك اشنو القياس اللي غيجيك. ضياء الشمس المنيره ما وجدتش الصراحه، دومي دوا ما كاينش حدايا. البنات قبل ما نمشي غنفكركم بالبرومو اللي دايرين اللي ما بقى ليها والو. تسالي البنات غتسالي نهار 10 في الشهر، كاينه هاد السلسله ديال دياماندات اللي كتشوفي فيها كتشوفوا فيها دياماندات خريشات، الثمن ديالها 750 درهم بوحدها، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر كتقام لك 700 كتقام لك ب 500 كتقام لك ب 550. وكاينه هادي اللي فيها دياماندا وحده الثمن ديالها 700 درهم، ولكن الا خديتيها دنيا طه غورميت رقيقه ما عرفتش انا غورميت كتهضري عليها بالضبط،
كاينه هاد الدياماندا بوحدها كدير 700 درهم، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر غتقاملك ب 500 درهم، وهذه الثمن ديالها 750، ولكن الا خديتيها مع ارتيكل واحد اخر غتبقى لك ب 550 درهم. البنات البرومو ما بقى ليها والو، تسالي نهار 10 في الشهر غتسالي، تسالي البنات زربوا شويه باش تستافدوا من هذا الشيء. تقدروا تاخذوا معها غير كوردون من هذا اللي داير 300 درهم، وكتحسب لك السلسله ب 500 اولا 550، وتقدري تاخذي معها هذا اللي داير 250 درهم، وكتقام لك السلسله ب 500 اولا 550. البنات الحاجه اللي ما قلتش لكم قبيله ملي كنت لابسه لكم هادو، هاد الخيوطه البنات راه الثمن ديالهم 250 درهم الواحد، ولكن الا خديتيهم بثلاثه كيبقاو لك ب 600 درهم، يعني بحال الا خديتيهم بثلاثه في مره واحده بحال كيتحسبوا لك ب 200 درهم الواحد، يعني هو الا خديتيه بوحدو غيتحسب لك 250 درهم، ولكن ملي كتاخذيهم ثلاثه في مره كيتحسبوا لك 200 درهم الواحد، كيبقاو لك بثلاثه ب 600 درهم. البنات ما سخيتش بكم، كان هذا هو اللايف ديال اليوم، صراحه ما سخيتش بكم، نتلاقاو في اللايف الجاي السيمانه الماجيه ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم.